صباح الخير عليكم البنات، من تكونوا بخير وعلى خير. اليوم البنات خرجت تاني، بغيت نجيب شي حاجة ضرورية وخارجة نيت. وهنايا غادي نشوفو كيما شفنا في العنوان، واش بصح اللوتيان داس عندنا، واش داكشي رجع نورمال، واش كاينه شي تخفيض من بعد هاد الشي، شنو هما القوانين اللي خرجوا دابا جديد من بعد هاد الشي. واش تقدري تدخلي النيشان، ولا خاصكي تمسحي يديك، ولا خاصكي ديري تبعي شي حاجة في من هداك الشي اللي دابا خرجوه جديد. المهم كلشي هادشي غادي نشوفوه، غادي تبقاو تشوفوني انايا الا كنت كنديرت حاجه حدا الباب قبل ما ندخل، راه غادي تشوفوني في الفيديو. الا ما شفتونيش راه غادي نقول لكم كلشي هنايا. نتلاقاو من بعد. البنات كما كتشوفوا هما التيندات عندنا مفتوحين. اول تيندا هي ديال الشينوا اللي وريت لكم ديال الصباغ، ثاني تيندا هو ديال الحوايج ديال الدراري الصغار، هذا الصوار حتى هو مفتوح. دابا غادي دابا انا كنكتشف بحالكم، يعني شحال هادي ما خرجت وكنكتشف. دابا غادي نشوفوا استخادي واش مفتوح ولا لا. استخادي هو هذا اللي كتشوفوه البنات قدامكم، كما كتشوفوا البنات استخادي حتى هو مفتوح. ها هو غادي ندخل نضرب فيه واحد الدور، يلاه لطفي ندخل نشوف. المهم البنات هذا باش زوين ما كتطيش عليه، ما كتقيسيه، كديري غير يديك من تحتو اوتوماتيكامين كيكب لك المعقم. المهم هنا فاش دخلنا صراحه في الاول شويه تلفنا، حيت كثر التيكيتات دايرين في الارض، وبالنسبه للناس اللي ما عارفينش اللغه الاسبانيه غيتلفوا شويه. ولكن الدخله راه هي الدخله اللي مكتوبه فيها انترادا، وديك الجهه اللي في الاصفر فاش شفتو عند الباب مكتوبه تما توقفي الناس اللي داروا البيديدو اونلاين. اللي داروا البيديدو اونلاين ما تدخلش لداخل، وقفي تما، هما غادي يخرجوا لك البيديدو ديالك على برا. ولكن انتي ما درتيش بيديدو بغيتي تدخلي بحالنا تشري، غادي تدخلي من هذيك انترادا، غادي تمسحي يديك بديسينفيكتان طيب، لا ما تقيسي، غادي ديري غير يديك من التحت صافي. هو غادي يكب لك المعقم صافي، ودخلي تقيسي الحوايج ماشي مشكل. الا بغيتي تخرجي انتي على صحتك تعقمي من بعد، راه تقدري تعقمي ثاني مره الا بغيتي تخرجي عندك في الساك، عقمي بديالك. المهم البنات هنا دخلنا صراحه هذا الشيء جابو واعر زوين بزاف، ولكن الاغلبيه هو اللي عندي شريت في شيئين، ولكن وشريت بلايص اخرين. ولكن هادو شويه داك الشيء ديالهم يعني الديكوراسيون ديال البزاط مو الساك وداك الشيء
واللون ماشي قنعني بزاف، داكشي من احسن انا بديت غير من حوايجي ديال الصيف، بديتهم غير من سميتو. هاد الصنداله هادي بحال ديالي شويه، ولكن ديالي صراحه فيها الصمطه وحسن منها، يعني كتشد الرجل باش ما تزلق لك. هادي ما فيها لا صمطه لا والو، دايره بحال الصابو، يعني رجلك الى عرقات في الصيف تقدر تزلق لك. اللهم هادي ديال الشئين اللي شاده لك، يعني داك البزيم شاد لك الصمطه في الرجل باش ما تزلق لك رجلك للقدام وتقطع الصنداله بالعرق. المهم البنات هنا دخلنا عندهم الحوايج، حويجات هكا ديال الصيف، ولكن دائما كيكونوا ما عرفتش كنقول لكم اما يديهم واسعه ولا عند الكرش ما عرفت فيها واحد الخيط كيبان الفصاله في شي شكل ما عرفتش كنقول لكم، ولكن عندهم الا قلبتو مزيان 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 غتلقاو شي حاجه اللي غادي تعجبكم، بحال شي صنداله ولا شي ساك. هذه بحال ديالي اللي كنت خديت عندهم، هذه عامين ولكن انا عندي فيها بحال علامات الضرب من القدام. المهم البلايص كما كتشوفوا دابا غادي ندوزو للسفيره غنشوفو تاني داكشي اللي دايرين هما، دوك القوانين ديالهم وداكشي اللي دايرين لداخل. المهم انا ما كتعجبنيش، ولكن انا غادي ندخل غير باش نتوما تشوفوا. المهم دائما فاش كندخل ما كيعجبونيش حوايجهم نهائيا. الحاجه اللي كناخذ عندهم هما التريكوات ديال البرد. هنا البنات دخلنا النيشان حيت ما شفناش بلي حاطين ديسينفيكتانتي، هما راه مدرقينو فواحد البلاصه واحد القنيطه تما. دخلنا رجعتنا وحده قالت لنا سيروا ديروا هذاك ديسينفيكتانت اللي حدا الباب، عاد باش شفنا حاطينه غير صغير كاع ما كيبان، خاصكم تردوا البال من حدا الباب. المهم درناه ودخلنا، دخلنا ضربنا دورة لداخل. الصراحه داكشي ما كما قلت لكم كما العاده داكشي ما كيعجبنيش، داكشي بحال الحوايجهم بحال ديال الناس الكبار ولا ما عجبنيش انا، ما كتعجبنيش نهائيا. المهم كما قلت لكم الايسيلو ديالهم قليل، فاش كنشري عندهم كنشري عندهم غير التريكوه ديال البرد صافي، ما شي حاجه اخرى ما كنشريهاش الصراحه عندهم، ولا الاكسس اكسسوارات حتى هما كنشري عندهم، ولا شي فيليلات ديال الشعر ولا شي حاجه بحال هكا كنشري عندهم، بحال مثلا الكساوي والصنادل والصباب داكشي ما كيعجبنيش بزاف. قليل الا شفت عندهم شي صنداله ديال الطالو كاع عجبتني 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 بزاف كنشري عندهم، بحال مثلا الكساوي ديالهم والبوديات وداكشي ما كما كتشوفوا ما كيعجبنيش داكشي. داكشي راه خرجت بالزربه حيت اصلا ما كيعجبنيش، ومنين دخلت ثاني شفت شي حاجه ما عجبتنيش، ولكن الاذواق لا تناقش، غيكونوا الناس كيعجبهم ماركه سفيره انا ما كتعجبنيش، وغيكونوا الناس كتعجبهم وكيشروا عندهم بزاف. يعني بالنسبه للناس اللي كيوصلوا لي الاسئله ديالكم وكتقولوا لي واش تحل عندكم سعداتكم، حنا مازال ما تحل عندنا، انا غادي نوري لكم دابا غادي نشوفوا التينداس الاخرين. التينداس الاخرين كما كنشوفوا هذه ديال نضادر اوبتيكا، هذه البنات بالنسبه للناس اللي كيقولوا لي انا ما غاديش ندير انايا ما غاديش نهضر على هذه، انا بغيت نقول لكم غير جميع انواع ديال اوبتيكا. الناس اللي كيقولوا لي فين كتشري العدسات، راه كنشريهم في البلاصه اللي كيبيعوا كيبيعوا نضادر. هذه ثاني بحال زهرة ديال الدراري الصغار، هذه حتى هي مفتوحه البنات كما كتشوفوا، كلشي البنات تحلوا كلشي داكشي تحل كما كتشوفوا. انا هاد اليوم هذا خرجت غير على حساب الناس اللي كيقولوا لي ورينا بحالاش عندكم الحياه تما، واش داكشي ولا عندكم طبيعي ولا لا. راكم كتشوفوا الناس خارجين عادي، ولكن الماسكاريه البنات الماسكاريه ضروري، يعني قالوا لك الا بغيتي تخرجوا تخرجوا مجموعين من الدار تخرجوا كلشي، ولكن الماسكاريه ضروري، يعني الا ما درتيش ماسكاريه يديروا لك مولطا. كما كتشوفوا القهاوي حتى هما مفتوحين، ولكن القهاوي خاصهم يديروا التراسه، يعني يديروا الكراسه على برا، ممنوع الناس يشربوا القهاوي في الداخل ديال البار ولا الداخل ديال القهوه، يعني كل شيء على برا. هادو الشينوا حتى هما مفتوحين، هنا البنات جيت للبنكه ولكن من بعد لقيناها خاسره ولا مبلوكيه، يعني خصني حتى الغدا عاد باش نرجع عندو يحل لي المشكل.
اللي عندي. ضروري الماسكاريا يعني ضروري. دابا غادي ندوزو ليفتيس نشوفو القانون اللي دايرين في ليفتيس. Thank you.
غادي نقطعو هنايا حتى المره الجايه ان شاء الله. الى عجبكم بحال هاد الفيديوهات ما تنساوش ديروا ليا اللايك باش نكثر لكم في هاد النوع ديال الفيديوهات ان شاء الله المره الجايه. وتهلاو في راسكم وبسلامه حتى المره الاخرى ان شاء الله. بسلامه.